سيلول سوش إيماتسير ريجينيراتريس، هيدا دومين فتحوه بالجامعة اللبنانية بالفنار. المسؤولة عنه هو دكتور ألينا حمادة. هو كان ماستر بروفيسيونال، يعني منخلص ماستر ودغري فينا نشتغل. سنة 2019-2020 قلبوه ماستر ريشيرش، يعني منقدر من بعد الماستر نكفي بي اتش دي ونعمل دكتوراه فيه. تلاميذ البيو بيوشيمي والميدسين، إن كان ميدسين جنرال أو ميدسين دونتير، فيهم يقدموا على هذا الماستر. السيلول سوش هن قادرين يعملوا ديفرنسياسيون ان تو تيب سيلولار بالجسم. اذا كانوا ايماتوبويتيك بيعطوا كل انواع السيلول دو سان، من سيلول ايمونيتير لجلوبيل روج لبلاكات لكل هولي. اذا كانوا ميزانشيماتوز هن قادرين يعملوا ديفرنسياسيون ان تو توتر تيب سيلولار، يعني كل السيلول تبع التيسيو والاورجان. هول السيلول عندهم فونكسيون كتير مهمه، هن يستعملوا جنرالمون بالميديسين ريجينيراتريس، يعني كل ما يصير في عنا مشكلة بشي أورغان، انأذى الأورغان، صار في سلول مورت، هول السلول هن قادرين يعملوا بروليفيراسيون و ديفيرونسياسيون بور رامبلاسي لي سلول كي سو سونت اندوماجي. من مال تاني هن فيتشر كتير مهم بالترانسبلانتاسيون، بدل ما ننقل الأورغان اللي نحنا عايزينه من شخص دونور لشخص ريسيفر، فينا نستعمل هول السلول سوش بكونديسيون محددة بور ريجينيري الأورغان اللي نحنا عايزينه وننقله للريسيفر. والحالة العادية تبعت السلول سوش هي الأوميوستازي دو لورغانيزم، يعني بيضلوا يعطوا سلول بور رامبلاسي لي سلول كي سو مورت دو فاسون نورمال بار أبوبتوز مثلا بالجسم. كرات السلول سوش بينعطوا ان انجلي، بس بياخدوا ان كونسيدراسيون انه في تلاميذ فرنسي ما بيقدروا كتير يستوعبوا او يحفظوا بالانجلي، مشان هيك بيعملوا لي زيكسيبسيون، بيقدروا بالصف يشرحوا بالدو لونغ، يعطوا ديابو بالفرنسي يشرحوا بالفرنسي، بس ان جينيرال الفحوصات كلها بتنكتب بالانجلي، الا اذا في كم دكتور بيقبل انه يعمل فيرسيون انجلي فيرسيون فرنسي، ساعتها سا ديبون من كل دكتور، بس ان جينيرال لازم التلميذ يكون قادر يدرس يفهم بالصف ويحفظ كرمال يكتب بالفحص ان انجلي. شو هن الكرات اللي بينأخدوا بالام 2 سلول سوش؟ اهم شيء عنا الايمونو، اكيد الايمونو كرمال نفوت بلوس ان ديتاي بكل شيء ايمونولوجي خاصه بالسلول سوش، مثل ترانسبلانتاسيون غراف ترانسفوزيون دو سان، كل شيء خاصه بالسلول سوش تما يصير في عنا روجي، تما يصير في عنا رياكسيون ايمونيتير، كومون السلول سوش فينا نستعملهم مع الايمونولوجي، كتير قصص خاصة بالدومين المحدد تبعنا. عنا سيل ثيرابي، جين ثيرابي، كانسرولوجي، اكيد الكانسر والسلول سوش هن دو دومين ماشيين مع بعضهم، كتير عم نستعمل السلول سوش بالكانسرو، وهيدا الكور كتير مهم، لانه الكانسر مثل ما انه معروف هلأ كتير عرب عم يدرسوا عنه، ووجود السلول سوش عم يعطي فيتور للرشاش بهيدا الدومان. عنا بيو اتيك كرمال نعرف كيف نحترم الانسان نحن وعم نطبق القصص اللي بنتعلمها بالسلول سوش. اكيد في الانسان عنده دينيته ما بنقدر نتخطاها، وهذا الكور بيعلمنا هني. عنا كور فارماكو كرمال نتعلم اكتر عن الموليكول، كيف بيتفاعلوا بالجسم، كيف بيأثروا على الجسم، كيف معقول ندرس السلول سوش مع هول الموليكول ونشوف الافي عليهم، وكومون تريتي لي مرادي ان برونون ان كونسيدراسيون هول الموليكول اللي نحن رح نستعملهم من السلول سوش. اكيد بدنا نتعلم كيف الميثودولوجي دو ريشيرش كرمال نعمل ابحاث، هيدا الشيء بيساعدنا خصوصا ب تريننج الام 2 كرمال نقدر نعرف كيف نشتغل بالام 2 اكثر، للي بده يكفي بي اتش دي يعرف باي طريقه لازم يشتغل ويعمل الريشيرش تبعيته كرمال يطلع ريزلتات مزبوطين. شيمي الشيمي بناخد اكتر كالكول،
مثلا كونسنتراسيون ديليسيون، لانه نحن بس نكون عم نعمل تريننج باللاب، كل شيء اليكو كل شيء سوليسيون نحن بدنا نحضرون، بدنا نعمل دي ديليسيون لانه الستوك اللي بيكونوا عنا بيكونوا كتير كونسنتري، بدنا نحضر بلوزيور ديليسيون كرمال نقدر نوصل للسوليسيون اللي نحن بدنا اياها. فبيكور الشيمي رح نتعلم كل التكنيك كرمال نحضر هول الديليسيون، سورتو حناخد ديليسيون ان سيري. وعنا أكيد البيوستات اللي هو الباز لكل الريزلتا اللي نحن بدنا نطلعهم، بدنا نستعمل دي بروجرام دو ستاتيستيك كرمال نقدر نترجمهم بدي جراف دي زيستوغرام، ودي ريزلتا يكونوا كتير مفهومين وكتير ملخصين. ان سكي كونسيرن الانترفيو، مثل حيالله انترفيو تاني لازم يروح التلميذ محضر حاله، عارف كل شيء خاصه بالسليل سوش، قاري الكور، فهمان كل شيء. لازم يكون كتير مرتاح، ما يبين على حاله التوتر كرمال ما يأثر هيدا الشيء لا عليه ولا على الدكتور اللي بوجو. رح لازم اهم شيء يحكي على رواق، يفهمهم كل كلمة عم بيقولها، يفرجيهم انه هو واثق من حاله ومن كل كلمة من كل معلومة عم يعطيهم اياها، ما يخليهم يسألوا السؤال اكتر من مرة، وعطول يضلوا عم يضحك. هلا الاسئله ما رح تكون ديتايات كتير ولا رح يفوتوا يعملوا تركات، رح يكونوا قصص ان جنرال بتفرجي الدكتور قد ايه التلميذ فهمان وقد ايه هو بده يفوت اكتر ويعرف اكتر عن هذا الموضوع. رح يسألوا يعني اكيد ليش اخترت هيدا الدومان، شو علاقة هيدا الدومان او السليول سوش مع الشوا التاني اللي انت نقيته للماستر. لازم تكون عارف تعمل لينك بيناتهم اتنيناتهم. كرمال الستاج تبع الام 2 بيكون في كذا شوا، كذا كذا بروجي عم ينشغل عليهم، بتقدمه دكتور الين بريزنتاسيون قدام التلاميذ. عادة البروجيات بيكونوا باللبنانية حداد، لبنانية فنار، اي يو بي، وفيها يكون بالال اي يو. كل تلميذ بيقدم على دو شوا، اي استاجات هو حابب يكون فيها. دكتور الين بتطلع دون بار على علاماته اكيد، على الراندمون تبعه، دوتر بار على سي كاباسيتي انه يقدر يقلع بهيدا المشروع، قد ايه هيدا الشخص مناسب لهيدا البروجي، وعلى هيدا الاساس بتقرر. بس ان جنرال كل التلاميذ اكيد لهم محل بالاستاجات ومأمن لهم استاجات، وكل التلاميذ عادة بيكونوا مبسوطين من الشوا تبع دكتور الين لانه بتجرب أكتر ما بتقدر إنها تخلي كل التلاميذ مبسوطين بالبروجي اللي رح يطلع لهم إياه. بعد الام دو سيلول سوش بيكون التلميذ صار عنده ان باجاج سوفيزون دانفورماسيون دو تكنيك دو بون براتيك بتسمح له انه يفوت على سوق الشغل. في كتير اوبسيونات موجوده، بيقدر يكون اسيستون دو ريشيرش، بيقدر يكون ليدر ببروجي خاصه بالسلول سوش، وبالسنتر سبيسياليزي دو سلول سوش بيقدر يكون هو عم يشتغل باللابو عم بحدد كل شيء خاصه بالستام سيلز عايزينه. نتمنى تكونوا استفدتوا وعجبكم الفيديو. إذا عندكم أي أسئلة تواصلوا معنا عبر الإيميل أو عبر الفيسبوك والإنستا بيجز للبيوس أمادا. وأخيراً متشكر كل الأشخاص يلي ساعدونا بتحضير هذا الفيديو، وموفقين جميعاً.